السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ طبعا ما ينفعش اللي انا عملته في اول الفيديو دوت، بس النهارده وصيتنا بجد من احلى الوصفات. الناس اللي بتحبها لعشاق الشوكولاته، النهارده هنعمل المولتو كيك. طريقته سهله وبسيطه يعني بصوا، غرقان شوكولاته. الناس اللي بتاكلها في المطاعم بره او بتشتروها من بره بيبقوا عارفين بجد بتبقى غنيه ازاي بالشوكولاته. هنعمله مع بعض بصوص رهيب زي ما انتوا شايفين كده، وشايفين حلاوة الكيك. وهاش هقول لكم كمان على نجاح الكيك في الوصفة دي ان شاء الله. وصفة النهاردة تعجبكم، ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم وصفاتي اول باول. اول حاجة هنا معايا بولة، حطيت فيها 3 بيضات درجة حرارة الغرفة، وحاطه معلقة صغيرة من الفانيليا، وهبتدي ان انا اخفقهم بالمضرب الكهرباء. طب لو مش متوفر عندك المضرب الكهرباء هتستخدمي الخلاط او المضرب اليدوي، بس معلش هتستخدمي المضرب اليدوي هتبقي يعني هتتعبي شوية. هبتدي ان انا اخفق وانا بنزل بقية المقادير. حطيت هنا نص كوباية من السكر، طبعا السكر ده على حسب الرغبة برضو وانا شغالة في الخفق. اهو القوام ابتدى يتقل معايا، هبتدي انزل بنص كوبايه من الزيت، وحطيت هنا علبه صغيره من الزبادي. طبعا الزبادي في الكيك بيخليه هش جدا، وانا صراحه في جميع انواع الكيك بحب ان انا احط له زبادي برضو وانا شغاله في الخفق، ما وقفش ايدي. بعد كده هنزل بكوباية الا ربع من الكاكاو الخام الغير محلى. طبعا المالتو كيك بيبقى غني جدا بالشوكولاتة، وكمان الكيك بتاعه بيبقى غني، فعاوزين نزود الكاكاو. هضيفهم برضو تدريجيا، ابتدوا ان انتوا توضوا المضرب الكهرباء على اقل سرعة. ادي هو القوام ابتدى يتقل معايا، وطبعا وانا شغالة مشغلة الفرن عندي. بعد كده نزلت بكوباية من الدقيق، برضو هنزل بيها تدريجيا. وطبعا وانا شغاله ما وقفش الخفق، على طول ايدي شغاله. ادي كده القوام ابتدى يتقل معايا. اخر حاجه ضفتها معلقه من البيكنج باودر. هجيب بس الباس بتيوله او حاجه عشان اشيل الجناب، انزل الجناب اللي هي في البولة. بصوا القوام، ايوه هو ده اللي احنا عاوزين نوصل كده. تمام، هجيب بقى البولة اللي انا هحط فيها المولتو كيك. حطيت فيها مسحة من الزيت، وبدال الدقيق حطيت رشة من الكاكاو. طبعا اللي بياكل المولتو كيك بيبقى عارف جدا ان هو بيبقى غني جدا. حطيته في الفرن في الرف الوسطاني. بعد كده هنحضر مع بعض الشوكولاتة. حطيت هنا كوباية من الكاكاو، نص كوباية من اللبن، نص كوباية من السكر، ربع كوباية من الحليب البودر، وهبتدي اخفقهم كده مع بعض. بصوا قوام الشوكولاته ابتدى يتقل معايا،
هضيف ربع كوباية من الزيت وهنزل بيهم برضو تدريجيا. اهو ادي كده القوام ابتدى يتقل معايا وكده تمام، دي اللي احنا عاوزينه. ادي صوص الشوكولاتة جاهز معانا، بصوا ما شاء الله، بصوا اللمعة اللي فيه وقوامه حلو جدا جدا، وطعمه على فكرة جميل قوي، وممكن تستخدميه لتورت او اي وصفة حلوة. هنا انا طلعت الكيك بعد ما برد معايا، مش قادرة اقول لكم قد ايه هاش وريحته حلو جدا، سبته لحد ما برد، وبعد كده هبتدي ازيل الكيك كده من البولة بس عشان خاطر تبقى سهلة ليا وانا بقلبها. بصوا ما شاء الله، ادي الكيك اهو قعد قد ايه في الفرن، من 15 دقيقة ل20 دقيقة في على الرف الوسطاني. بعد كده انا جبت قمع، استخدمت قمع وابتديت احط صوص الشوكولاتة بالمنظر ده تدريجيا. لحد ما اتاكد ان الكيك من جوه اتملى وكده تمام، الباقي بقى حطيته من فوق، وهحط برضو كده صوص شوكولاته من حوالين الكيك وبس كده. ايه رايكم عملناه بكل سهوله في البيت؟ والله نفس الطعم اللي احنا بناكله من بره، ويمكن كمان احلى عشان انت ضامنه نظافه الحاجه اللي انت بتعمليها. فرحي ولادك واعمليها ان شاء الله تعجبكم باذن الله. بصوا كميه الشوكولاته رهيبه بجد يا جماعه، مش قادره. ان شاء الله تعجبكم، اعملوا لايك للفيديو دوت، عاوزين نوصل لاكبر عدد يمكن. السلام عليكم ورحمة الله.